معها إلى مليوني قنطار لهذا الموسم، والتي تميزت بتوفير كل الظروف خاصة فيما يتعلق بالتخزين. خليل تواتي. توقعات تكون حوالي 40 قنطار في الهكتار. موسم مليح، موسم على كل حال مليح. تفاؤل مع انطلاق حملة الحصاد والدرس بارتفاع محصول الحبوب بمختلف أنواعه بولاية عين الدفلة، التي بلغت المساحة المزروعة بها الزيادة من 78 ألف هكتار. انتقلنا في 4 سنوات من إنتاج 1,200,000 قنطار للحبوب في 2015، واليوم رايحين نتجاوزوا 2,000,000 قنطار من الحبوب، أي أن فيه تطور معتبر في الإنتاج. عندنا ما يفوق أكثر من 400 آلة حصاد، يعني كل آلة حصاد تغطي 200 هكتار، يعني ما يجعلنا يعني أننا نمر بالموسم موسم الحصاد في ظروف نوعا ما مريحة. كل الإمكانيات المادية والبشرية سخرت لإنجاح هذه الحملة، خاصة فيما تعلق بنقاط التخزين. وفرنا 35 نقطة نتاع استقبال المحصول، زدنا في عدد العمال موسميين، أوقات العمل من 17 الصباح حتى 8 تاع الليل. ماهوش درك الفلاح هو اللي يجي لا، قربنا التعاونية تاع الحبوب للفلاحين. هذا ومن المتوقع تخزين أزيد من 1,200,000 قنطار من الحبوب خلال هذا الموسم بولاية عين الدفلة بعد الرفع من طاقة التخزين.